السلام اختي. انا واحد السيده دابا 4 ايام ولكن نعيش في الزنقه، ما لقيتش باش نخلص الكرا، مجموع عليا شهرين ومولات الدار ما عقلتش عليا، جرات عليا وبدلت لي الساروت وقالت لي الا ما جبتيش لي فلوسي والله تنوح لك حوايجك في الزنقه. اضطريت انني نجي لهنايا للجرده ونبرك انا ووليدات. جاب الله بعدا كاينه العطله، كنضلوا انا ووليداتي بثلاثه وولدي كيمشي للبحر، كيقول لي ما نقدرش نبقى منين، انا غنتشمش غنتشمش، اللهم يمشي نبرك في البحر، ما كيجي حتى لسته. كنبقى انا ووليداتي بثلاثه، عندي جوج وليدات باقيين صغار وولدي مريض بالتوحد، ما لقيتش اختي ما ندير، ما عرفتش، ما لقيتش الحل، ما لقيت حتى واحد اللي يعاونني. وكنمشي نسول دارهم كيقولوا لي دابا راه عامين باش حرق وما كيعيط لينا ما والو، حتى حنا ما عارفينوش فين مشى. لا ما عارفاش اختي فين مشى، ما عرفتش اختي، ما لقيتش الحل، ما لقيتش اللي يعاونني، حتى من دارنا ما عنديش والدي الله يرحمهم، خواتاتي راه كلهم تيجري على راسه ما كاينش اللي عقل عليا. باش نلقى لهم ما ياكلوا راه صعيب، اللي يخرج لك ماكله بيتها اللي يوم كل مره واش كاين. قسما بالله تدازت عليا عذاب، راه لحمي كيضرني بكثره البرد ديال الليل، ما لقيتش اختي جاد، ما كنشدهم كنعسهم في هذيك البلاصه اللي لي، وكنبقى حاضيه ما نقدرش نعس. كتسني شهرين 48 الف ريال حيت انا كاريه ب 24، كنت خدامه ومنين مرض ليا ولدي بكثرت ما كندي عند طبيب، صافي قالوا لي ما يمكنش تبقاي غدا خارجه جايه، صافي وخرجت من الخدمه هي باش جمعت عليا هاد الشهرين. عمرني ما وقع ليا بحال هكا، داكشي علاش اضطريت نعيط ليكم حيت ما لقيتش الحل. خايفه على ولادي، انا ماشي مشكل ولكن ولادي، ولادي وعندي بنيه، عندي بنيه راه تبارك الله كتبان قدي، عندها 14 عام، عندي جوج بنات وجوج ولاد، هذيك بنتي اللي خايفه عليها بزاف، ومساكن ولادي هزوا لهم وباقيين صغار. بغيت نقول لهم عاونوني الله يرحم ليكم الوالدين، راه اللي عاون شي واحد راه ربي اللي غادي يجازي. ما بغيتش نتشرد ولادي، كون كنت انا بوحدي راه نصبر ما عنديش مشكل، راه قمت تبركي فيه، ولكن ولادي هما اللي هزوا لهم وباقيين صغار، تا هما راه هازين معايا. بنتي كتقول لي ماما نخدم ونشري لك دار، نقول لهم انا بغيتكم عاد تقراو. هادشي اللي كاين، بنتي الكبيره كتقرا في السانكيام دابا، جاب الله قلت لك كاينه العطله، جاب الله كاينه العطله. الحلم ديالي انا نعيش هانيه، بغيت اللي يعاونني ويخلص معايا الكرا هاد الشهرين ونخدم صافي. فاش ما كان انا كنت كنخدم الميناج، كنت خدامه في واحد الشركه ديال الخياطه، هي اللي كنت خدامه فيها، لا ماشي ما خياطاش ولكن كنت خدامه في شركه ديال الخياطه في الفينيسيو. بغيت نقول لهم عافاكم لما عاونوني على وجه وليدات، وليداتي ما بغيتهمش يتشردوا، والله الا معذبين ولادي هما اللي معذبين بزاف. ها الحاله المدنيه ديالي، نقول لي راه شي هما راه ولادك معذبين بزاف، ما ديرش على وجهي انا، دير على وجه وليداتك، وليداتك راه معذبين دابا، راه 4 ايام راه عايشين العذاب والجحيم والجوع، والله الا ما كياكلوا. بعد الخطرات راه كتخرج لي واحد المراه ماكله، والله الا خرجت لي ماكله بيتها بطاطا قاصحه وعطيتها لولادي مساكن وكلاوه. ونقول لهم عافاكم لما عاونوني وخلصوا معايا الكرا هاد الشهر، انا راه مجموعه عليا 48 الف ريال وما لقيت منا حتى ريال. بدلت الساروت، بدلت الساروت وحلفت لي، قلت لي اللهم جبتي لي فلوسي حتى غنخرج لك حوايجك في الزنقه واللي في جهدك ديريه. 06 30 32 57 54 34